ولمزيد من التفاصيل تنضم إلينا عبر الهاتف الدكتور بوسين لمصطفى نائب رئيس مجلس أمناء والمتحدث الرسمي لمؤسسة حياة كريمة. بعد التحية دكتور بوسين، بالطبع يعني فرق كبير ملموس في السنوات الأخيرة على عمل منظمات المجتمع المدني في مصر، برجاء إلقاء الضوء على أهميتها في جميع المبادرات التي انطلقت. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. والحقيقة يعني أنا بس حابة في البداية يعني أشير بالمجهود أو النقلة اللي التحالف الوطني أحدثها في المجتمع المدني، تكامل الجهود ما بين مؤسسات المجتمع المدني كلها، وإن إحنا نقدر كلنا نوحد جهودنا عشان نخدم الأسر الأكثر احتياجا، وما يكونش يعني في تكرار، يعني نقدر كلنا نخدم شريحة أكبر من الفئات الأولى بالرعاية على قاعدة بيانات واحدة، فنقدر نوصل لأماكن أكتر وأعداد كبيرة أكتر. والحقيقة اللي كلل الجهود ديت يعني الحكومة الجديدة ووزارة التضامن الاجتماعي. احنا مشتركين في حملة جديدة، حملة إيد واحدة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والهلال الأحمر المصري، لخدمة 1.5 مليون أسرة. الحقيقة الخدمات اللي احنا هنقدمها هتكون خدمات سنوية شاملة، هتكون ما بين دعم غذائي ودعم نقدي أو يعني قوافل سنوية شاملة بتشمل الخدمات الصحية أو الخدمات البرامج التوعوية والثقافية والتعليمية. فالحقيقه يعني دي من اجمل المبادرات اللي يعني اعتقد ان احنا اول مره نجتمع كلنا على حاجه واحده الدوله تقوم بيها بكافه مؤسساتها عشان تخدم المواطن الاكثر احتياجا. تمام، ما مظاهر حرص برنامج الحكومه الجديده على اشراك منظمات المجتمع المدني في عمليه التنميه المستدامه بشكل عام، وايه ابرز انجازات تلك المنظمات؟ الحقيقة يعني زي ما حضرتك وضحتي من شوية، في ظل التحديات الاقتصادية اللي العالم كلها بيمر بيها، فالحكومة بصراحة أو يعني كمان احنا عشان بنتعاون مباشرة مع وزارة التضامن الاجتماعي، فالوزارة كانت حريصة جدا ان هي يعني تجمع الجهود بتاعة مؤسسات المجتمع المدني اذا كانت متمثلة في التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي او يعني واحنا طبعا تحت مظلة التحالف. فالحقيقه ان احنا يعني دي كانت اول خطوه احنا هنقوم بيها اللي هي مبادره ايد واحده، والحقيقه دي مش هتبقى اول واخر حاجه، هيكون في يعني برامج كتير الفتره الجايه. اما بالنسبه بقى لشغل مؤسسه حياه كريمه، فمؤسسه حياه كريمه يعني زي ما حضرتك عارفه هي موجوده في كل المحافظات. يعني احنا النهارده منذ بدايه عملنا لحد دلوقتي احنا قدرنا نوصل ل 30 مليون مستفيد، بنقدم لهم كل الخدمات، وده طبعا عن طريق ان احنا عندنا 28 مكتب ميداني في كل محافظات الجمهورية، عندنا 50,000 متطوع، فبنقدر نوصل الخدمات بسرعة وزي ما نقول كده بأكثر فاعلية وجودة، عشان يعني عندنا الانتشار بيكون بطريقة منظمة جدا. تمام، عبر الهاتف الدكتورة بوسينة مصطفى نائب رئيس مجلس أمناء والمتحدث الرسمي لمؤسسة حياة كريمة، شكرا جزيلا لحضرتك.